دي لعبة الست، وأظن الجمهور عارف المشهد دوت جدا، اللي تحية كاريوكا بتعرض عليه فلوس عشان يطلقها، فليه مونولوج عظيم جدا، جزء منه كوميدي، جزء منه ساخر، جزء منه فيه أسى شديد جدا، إنه هو مضطر يبقى قاسي مع الست اللي هو بيحبها قوي، وفي نفس الوقت هي بتجرحه في كرامته، بتقوله خد فلوس وطلقني، فبيقطع لها الشيك وبيقولها انا هطلقك لان انت ما بقيتيش نفس البني ادمه البريئه الجميله اللي انا حبيتها، بس هو عارف ان هي جواها هي نفس البني ادمه. انا كل ده فهمته من ايه؟ من اداء نجيب الريحاني.